طيب تعالوا نروح لقائمة الفريق عشان نتكلم كده عن شكل المتوقع في مخيلة كل الناس اللي هتشوف قائمة نادي الزمالك. في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين. في خط الدفاع حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، وسيد عبد الله نيمار. في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، ترافيس موتيابا، إبراهيم أنداي، محمد عاطف، مهاب ياسر، كابتن محمود عبد الرازق شكابالا، مصطفى شلبي، وأحمد مصطفى زيزو. وفي خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، وسامسون أكينيولا. ده الحمد لله اطمنا بشكل كبير على زيزو. زيزو خلاص متواجد، كان خد خبطة رخمة في مباراة القمة الأخيرة اللي فاز فيها النادي الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ولكن الحمد لله قدر يتعافى بشكل سريع ويتعامل مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أسامة، والحمد لله زيزو موجود. ودي حاجة مهمة جدا إن واحد من اللاعيبة المهمة جدا بالنسبة لك زي زيزو ما يغيبش عنك في مباراة مفصلية، مباراة مهمة، مش مباراة، هي مباراة بالنسبة لجمهور نادي الزمالك. كل مباراة في الكونفدرالية هتبقى هي مباراة الموسم. قول لي ليه؟ الكونفدرالية الإفريقية بيعول جمهور نادي الزمالك على الفريق إن هي دي البطولة اللي ممكن تصالحني بيها. بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أنت دي البطولة اللي ممكن تصالح بيها جمهورك. مش بطولة سهلة أبدا، بطولة صعبة جدا. مش بقول على فكرة إن هي صعبة جدا دي كده، لا، كل الفرق اللي موجودة لازم تحترمها. أنت في الدور اللي فات كان فريق فيوتشر، وفريق فيوتشر فريق كبير وعنده مجموعة مميزة من اللاعبين، فريق دريمز الغاني زي ما قلت لك في بداية الحلقة، بقول لك إن ده فريق ما وصلش أكيد بالصدفة. فأنت لازم تحترم بشكل كبير جدا المنافس عشان تتخطاه. هتحترمه بإذن الله، ده يحصل، هتتخطاه وتلاقي نفسك حطيت رجل في النهائي.